أحية الكنائس الأرثوذكسية في الأردن الحج المسيحي السنوي لموقع عماد السيد المسيح في المغطس، والذي رعاه سيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران الروم الأرثوذكس في عمان، بحضور سيادة المتروبوليت فينيديكتوس رئيس دير القديس يوحنا المعمدان في نهر الأردن وعدد من الآباء الأجلاء وجموع غفيرة من المؤمنين. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. احتفلت الكنيسة الأرثوذكسية يوم 18 من كانون الثاني الجاري بعيد الإغطاس ويوم الحج إلى موقع معمودية السيد المسيح على الضفة الشرقية لنهر الأردن في موقع المغطس، بحج سنوي اعتادت على إقامته، حيث ترأس صاحب السيادة المتروبوليت فينيديكتوس رئيس دير القديس يوحنا المعمدان في نهر الأردن والمطران خريستوفوروس مطران الروم الأرثوذكس في عمان مع جمع من الآباء الأجلاء خدمة تقديس الماء الكبير وإنزال الصليب المكرم في نهر الأردن، وذلك بحضور عدد من الشخصيات الرسمية والدبلوماسية وجمع غفير زاد عن 7000 من أبناء الكنيسة الأرثوذكسية من مختلف مناطق المملكة، ليعيد الحياة الروحانية مجددا وينشر عبق الحياة الروحية في هذه البرية ويجعلها واحة خضراء بجهود وعرق ونصف. كما تزامن حج أبناء الكنيسة الأرثوذكسية من الضفة الشرقية للنهر مع حج أبناء الكنيسة الأرثوذكسية من الجهة الغربية للنهر، والذي ترأسه صاحب الغبطة البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفولوس الثالث بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، مما كان له أطيب الأثر في نفوس الجميع. وأشار المطران خريستوفوروس في كلمته إلى أهمية معمودية السيد المسيح متحدثاً عن معاني المعمودية الروحية، كما أشار إلى قدسية المكان بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأراضي المقدسة والذي أصبح محجاً لكل المسيحيين من كافة أقطار العالم، كما أشاد سيادته بالاهتمام الكبير الذي يوليه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وصاحب السمو الملكي الأمير غازي بن محمد بموقع المغطس، بالإضافة للجهود المشكورة التي تقوم بها هيئة موقع المغطس ووزارة السياحة والآثار، وكذلك الرعاية الكريمة للكنائس والحجاج، مما يدل على أصالة العيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد الذي نفاخر به كأنموذج يحتذى على مستوى المنطقة والعالم بأسره، وذلك تجسيداً لرؤى وتوجيهات سيد البلاد جلالة الملك حفظه الله ورعاه.